أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة، لا يلوذ يمينا وشمالا، بل يذكر الأمر حقا على ما هو عليه حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه الحقيقة. ولهذا قال سعد: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. فقوله إني ذو مال بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها، ولا يرثني إلا ابني إلا ابنة لي بيان لانتفاء المانع، يعني ما في مانع أن أعطي كثيرا لأن ما عندي وارث. ففيها أنه ينبغي في الاستشارة أن يذكر الإنسان أسباب الشيء وأن يذكر موانعه وجميع ما يتعلق به حتى يكون المشير على بينة وبرهان فيشير بما يرى أنه حق. والمستشار عليه أن يتقي الله عز وجل فيما أشار فيه، وأن لا تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير، لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو أحد الرأيين ذهب يشير عليه به، يقول أنا أحب أن أوافق الذي يرى الذي أرى أنه يناسبه، وهذا خطأ، خطأ عظيم، خيانة. الواجب إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع سواء أرضاه أم لم يرضه. وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحا وأديت ما عليك، ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب فذاك، وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك. أما أن تستنتج من كلامه أنه يميل إلى كذا ثم تشير عليه فيه فهذا غلط، غلط عظيم، خيانة، مع أنك ربما تستنتج شيئا خطأ، قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده، فتكون خسرانا من وجهين، من جهة الفهم السيء ومن جهة القصد السيء.